الفرق الثاني بين المسلم والكافر في الكلام. نعم. في القول. أنت مسلم؟ يقول نعم أنا مسلم. أنا وزيزي أوشك المسلم كينا نوري نوري نبي نسلام بمديني زوي نعم إن تقوى بمسلام. من ربك؟ تقول ربي الله. أنت لنوبو يزويزا تقولو دي ملازا نوبو يتقولو دي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. أنت لنوبو يزويزا تقولو دي ملازا نوبو يتقولو دي فنون الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنت لنوبو يزي أمني فمنام نديرة كزينا لفن الله تنو دي ملازا نوبو فمنام نديرة كزينا لفن الله تنو. فهذا الأول الذي تعتقد بقلبك لابد أن تتحدث بلسانك، تقول بلسانك هذا الذي تعتقد أن تعبد رب واحد سبحانه وتعالى وتتبع نبي واحد عليه الصلاة والسلام ودين واحد. نعم. تعيد في تبينون تنزل بيتك لو تمر يقولون أن تنين رساس كتير تنين يسمي سبيل على نو أمني غابة زبا تزام دير في تنين نو أن زبا تنين سكتير وكتنو فالله تبنو ومنان محمد يزبير بنا لفتنو مسلمانو دفنون الإسلام في دينينا نمتري زابتارين تريدية ونمات إلي فتبنون إزاي أنا منو قارك المزاس كالكالوية. إذا لابد أن تصرح بلسانك تقول بكل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. كنزان كنين بسم الله أبوك أنا مزعب مني ليلانو كنين من زابتار إزاي لكنين لبناني رسول الله عليه وسلم مقاسك بلسة كالكالوية. لابد أن القول يوافق الباطن الاعتقاد. كان زابط كنين من ليلة يسمى سبيل فنارك أمي زابط ليلة ولكن نعم.